السلام عليكم شباب، رجعنا لكم فيديو جديد. وهالمرة عندنا هاي اللابتوب الاكسكاليبر، طبعا من كاسبر، موديلها اكسكاليبر جي 770. هاي اللابتوب لابتوب جيمينج، صاحبها جابها على الورشة يشتكي من مشاكل حرارة. راح نفكك الجهاز ونسوي له تنظيف بشكل كامل ونستبدل له معجون المعالج ونشوف وضعه الداخلي، واذا بي اي قصور بمجموعة التبريد راح نحلها. فخلي نبلش على بركة الله. اول شيء راح نفكك البراغي ونرفع القفص الخلفي بهذا الشكل. في بعض الموديلات يكون بها براغي خفية تصير تحت هاي الأغطية، فخلينا نتأكد اكو براغي او لا. مثل ما تشوفون ماكو براغي، مجرد غطاء اعتيادي. اذا بعد ما حلينا البراغي راح نجي نرفع الغطاء الخلفي بهذا الشكل بأي أداة فتح رقيقة بهذا المكان بهذا الشكل. على كيفك ترفع الغطاء بهذا الشكل. رفعنا الغطاء الخلفي، خليه على جنب. ومثل ما تشوفون وضعية الفان دمار شامل، مجمع بها وساخة كثير. فراح نجي نفكك مجموعة التبريد والفانات. طبعا قبل لا نفككها، اي كيبل يعيق خروجها من مكانها ترفعه. من ضمنهم عندك مثلا هذا الكيبل جاي من تحت، هذا ما له علاقة. هذا كيبل الفان الأولى ننزعه بهذا الشكل. كون حريص أنك ما تنزع الفان من جهة الكيبل، يعني الفيشة نفسها بهذا الشكل بمساعدة الملقط بهذا الشكل تنزعها من محلها. ويفضل أنه بعد ما يصير ضغط على الكيبل الخاص بها حتى لا تقطع عندك الأسلاك، يعني بهذا الشكل من جهة بأظفرك ومن جهة بالملقط تنزع الفانات. نزعنا الفانات من محلها حاليا. خلينا نجي نفكك المجموعة مال التبريد بهذا الشكل. شوفون وضعية الفانات شباب، خليهم على جنب. نرفع مجموعة التبريد بهذا الشكل. شوف الوضعية، أرجو المعذرة شباب، جاء اتصال. مثل ما تشوفون مجموعة التبريد متسخة بشكل كامل، هاي الأتربة والأوساخ متجمعة بداخلها هي اللي تسبب عدم خروج الهواء الحار من داخل اللابتوب، وبالتالي تسبب مشاكل الحرارة اللي باللابتوب. فخلينا ننظفها بشكل جيد. أول شيء راح ناخذ هذا الجزء على جنب، نخليه على طرف. راح نبدأ التنظيف من مجموعة التبريد، وبعدين على الفانات، وبعدين نروح للكيس. هاي ننظف بهذا الشكل. مثل ما تشوفون بعد ما تنظفت الفتحات مع مجموعة التبريد بشكل جيد، خليه على جنب. نجي ننظف الفانات أيضا. طبعا شباب، في بعض الموديلات يكون بها الفان براغي، تفتح البراغي وتنتزع الفان اذا ممكن وتنظفها. وهنا مثل ما تشوفون تجي الفانات عبارة عن كبس، واكو هنا مثل كليبسات. حتى يعني نفتحها لازم نضطر
بهذا الشكل نكسر هاي الكلبسات. فخلي نجرب اكو اذا كانت من النوع اللي ممكن انتزاع الفان، راح ننتزع الفان وننظفها ايضا بشكل جيد، فانقص هاي البلاستيكات اللي مثبتة الفان بهذا الشكل باي اداة قص وان كانت شفرة يعني. بعد ما قصيناها نجي نرفعها بهذا الشكل من احد الاطراف بهذا الشكل، وهاي الفان اذا ممكن استخراجها نستخرجها، واذا ما ممكن استخراجها ننظفها بشكل جيد، لانه في بعض الاحيان الوساخة تكون تظل بداخل الفان وهذا الشيء ايضا يعيق دوران الفان، فاحرص انك تفتح الفانات ايضا وتنظفها بشكل جيد. طبعا في فيديوهات سابقة راح اترك لكم اللينك مال الفيديو السابق، يعني الفيديوهات السابقة، اكو بعض الموديلات هذه الفان ممكن انتزاعها، اذا ممكن انتزاعها فتنظفها بشكل جيد وتقوم باعادة دهنها حتى ترجع الى وضع المصنع. فبما انه هاي الفان كبس وما ممكن انتزاعها فراح نكتفي بهذا التنظيف بهذا الشكل، ايضا راح نضطر انه نفتحها حتى نقدر ننظفها بشكل جيد وننظف داخلها ايضا بشكل جيد، ولكن اذا ممكن انتزاعها بالغ ايضا وقوم بتنظيف الفان بشكل كامل واعيد دهنها. راح اترك لك بعض الفيديوهات او بعض الامثله اللي تخص الموديلات الاخرى اللي ممكن انتزاع الفان مالتها من محلها. مثل ما تشوف الفان صارت كلش نظيفه، خلينا نفخها بالبلور. هذا البلور اذا عندك مثله تقدر تستخدمه بعملية التنظيف. مثل ما تشوف الفان رجعت جديدة، فخلينا نقعد الفان محلها بهذا الشكل. طبعا يفضل انه تلصق هاي الكليبسات اللي خاصة بالفان تلصقها بنقط بسيطة من اللحيم، اي لحيم كان او اي لاصق تثبتها. ايضا ننفخ الجسم مال اللابتوب بالبلور. خلينا ننظف الغطاء الخلفي ايضا من الاتربة، هاي الفلاتر بالذات لازم تنظف بشكل جيد، وايضا بالبلور ننفخها. حاليا نجي نبدل المعجون الحراري الخاص بكارت الشاشة والمعالج، نمسح المعجون او نمسح المعجون الحراري بهذا الشكل. بعد ما نظفنا المعجون الحراري القديم نجي ننظف مجموعة التبريد ايضا من المعجون الحراري اليابس او التالف بهذا الشكل.
هسه نجي نخلي المعجون الحراري الخاص بالمعالج. في شباب بعد ما انتبهنا انه المعجون الحراري مالتنا نافذ، فجبنا معجون حراري جديد. طبعا تستخدم اي نوعية جيدة مجربة مسبقا، اي شخص مجربها ينصحك بها تقدر تستخدمها، ماكو داعي للمبالغة واستخدام بعض المعجون الحراري اللي مبالغين بسعره، ها ابو 20 30 دولار، ماكو داعي، لانه كله يفي بالغرض والفرق مو كلش كبير. احرص انك تاخذ شيء لما انت اصلا تشوفه انه يحافظ على قوامه ويبقى مثل الناعس بهذا الشكل. يعني احرص انك ما تخلي معجون حراري يصير عبارة عن مثل الطين الاصطناعي، او مثل اللي يصير قوامه فرد مرة فخين. خلي يكون بهالشكل هذا حتى يفي بالغرض. حاليا نجي نرجع مجموعة التبريد بعد ما نظفناها بشكل جيد، نرجعها محلها. مثل ما تشوفون شباب، كملنا كل عملية التنظيف بشكل جيد واستبدلنا المعجون الحراري الخاص بالكارت شاشة والمعالج. حاليا نقدر نرجع الغطاء الخلفي بمحله بهذا الشكل. ونرجع نشد البراغي محلها. هسه بينما اللابتوب تفتح راح اعلمكم كيفية عمل التنظيف الخارجي لللابتوب. ثواني. فتحت طفيناها. هسه حاليا شباب خلينا نسوي تنظيف. طبعا تجيب محلول تنظيف اما كحول او كولونيا اذا عندك. انا استخدم الكولونيا لانه بيها نسبة من الكحول وبيها مي. طبعا يعني اذا بيها اللابتوب او السطح الخارجي بيه مواد سكرية راح تقدر يعني تمسحها وتنظفها بيها، واذا بيها مواد تحتاج الى مذيبات فبيها الكحول، وبنفس الوقت ما يضر الصبغ والكفر الخاص باللابتوبات. فافضل مادة شفتها انه للتنظيف هي الكولونيا. طبعا راح نجيب قطع قماش، وحدة نظيفة، هاي نظيفة مالي مثل ما شفنا بها بعض الوسخ، ووحدة خلي تكون وسخة اذا انت اذا تستخدم بشكل دائم تنظف بشكل دائم، واذا لابتوبك الشخصي تقدر تستخدم مباشرة وسخة نظيفة. اول شيء نبخ على الشاشة من بعيد ببخاخ يكون الرذاذ مالته ناعم بهذا الشكل حتى لا يسوي ضرر، ونجي نمسح بهذا الشكل. اذا انت ما عندك بخاخ للرذاذة ناعم، بخ على الوصلة وامسح، لا تبخ على اللابتوب بشكل مباشر حتى تضمن عدم تضررها. هذا القاط الاولي او المسحة الاولى جاي امسحها بوصلة مو كلش نظيفة، تنظف بهذا الشكل، بخ على الوصلة وامسح بهذا الشكل اذا ما تريد تبخ على الجسم مباشر يعني، وتعرض اللابتوب مالتك للمخاطر. وهاي النتيجة النهائية شباب. مثل ما تشوفون بعد ما قمنا بتنظيفها داخليا وخارجيا اللابتوب رجعت صفر. هذا كل شيء اللي عندي في فيديو اليوم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كان وياكم سيف قدامي من قناة قدامي تك. في امان الله شباب.